نقرأ من الكتاب: كل حجر ألصق في مكانه بدم مخلوق إنساني، تلك الصروح العملاقة من الجهد المدفوع بإرادة لا تنثني باتت شيئاً من الماضي. ستبقى الرسالة تدور حول الطبيعة والإنسان، حول النظام والجمال، لكن سيكون المجمل ذا حلاوة وبساطة وحرية وثقة ونور، والمستقبل سيكون للأخذ بيد الحياة وتطويعها كي يحلق الجمال على الروح كنسمة.